الفنانة دنيا سمير غانم، على الرغم من حالة الحداد اللي بتعيشها على والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، لكنها النهاردة كانت حريصة على إنها تحتفل بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان، وتفكروا قد إيه والدها ووالدتها كانوا بيدعوا له وبيحبوه. ونشرت دنيا سمير غانم صورة لزوجها الإعلامي رامي رضوان على حسابها الشخصي على إنستجرام، وعبرت عن مدى حبها الشديد ليه وقد إيه هي ممتنة لوقوفه جنبها في أيامها الصعبة، وكتبت: كل سنة وانت طيب وناجح وربنا يحفظك ويخليك لينا، ويا رب كل دعوات بابي ومامي في حياتهم ليك تكون من نصيبك لأنك فعلا تستاهلها. وانهالت التعليقات على البوست بيدعو لدنيا ورامي ربنا يخليهم لبعض، ولسمير ودلال ربنا يرحمهم. ورد رامي رضوان على بوست زوجته من خلال ستوري حسابه الشخصي على انستجرام، وكتب: وانت طيبة حبيبتي، ربنا يخليكي ليا ويقدرني اسعدك انت وكايلا طول العمر، وربنا يجعل حبايبي في الجنة مبسوطين ومتهنيين ومطمنين عليكم. والجدير بالذكر، من وقت الوفاة حتى الآن دنيا وإيمي سمير غانم دايما حريصين إنهم ينشروا صور سمير غانم ودلال عبد العزيز على حساباتهم على السوشيال ميديا، وبيعلقوا عليها بتعليقات مؤثرة وبيدعوا الناس يدعوا لهم ويفتكروهم على طول. وكان آخرهم بوست دنيا سمير غانم على حسابها على إنستجرام لما نشرت صورتهم وعلقت عليها بتعليق مؤثر، وكتبت: يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، أنتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين، لحد ما أشوفكم تاني وأفضل برضو تحت رجليكوا، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني غيرا منها، الله يرحمهم ويغفر لهم ويتقبل دعواتي أنا ودنيا ليكم، بحبكم للأبد. رحم الله كل من الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وألهم أهلهم وزويهم الصبر والسلوان. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.